يا جماعة الشغل ده، ده شغل البوف. ده تمام شغل جاي اهو، بعمله كبس كسوة. ده الشغل ده يا محمود قول لنا نظامه. ده شغل بتاع يعني بفوهات بنعمله كسوة. تمام. يعني هم مش عاجبهم اللون، بنعمله كسوة جديد. ممكن نعمله كسوة داخلية وكسوة خارجية. طيب ده شغل دوت غير الكابوتوني؟ لا ده شيء، دي بوفات، ده حاجة عادية. مختلفة صح؟ بوفات عادية. دي بوف عادي. فيها جميع الأشكال. ماشي، قوم كده عم محمود عشان نوريهم برضو. بص أهو، هو محمود قاعد عشان يوريكم إيه؟ الشغل بتاعه. أدي الشغل أهو قدامكم. تمام؟ ده الشغل ده بيختلف عن شغل الكابوتوني. لا بيختلف عن شغل الأنتريهات بقى وال شغل الأنتريهات. بيختلف عن شغل، مش ده يعني الكابوتوني، ده شغل، تمام. ده شغل بوفات. ده شغل وده شغل. عادات. تمام زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو ده الشغل، اقول له حابب يجي يعمل نورنا. تمام، ابعت لنا على القناه، متنساش دعمونا واللايك والشير.